الاهلي بيواصل الاستعداد لمواجهه وادي دجله يوم الجمعه بالدوري، والاهلي خضع لجلسه ريبيد تيست النهارده للكشف عن فيروس كورونا. الاهلي بيكلف انديل ومرجان بتمثيله في اجتماع اتحاد الكره، وقفشه تواجد النهارده في تدريبات الاهلي بعد ان تعافى من اصابه كورونا. محمود كهربا شارك في التدريبات النهارده بصوره طبيعيه بعد الكشف عن فيروس كورونا، واتت المسحه سلبيه. جيرالدو يغيب عن تدريبات الأهلي لمدة 10 أيام، وأجاي يعود للتدريبات الفريق بعد 3 أسابيع.